السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الحلوين. الحمد لله فضل الله تعالى، ربنا أكرمنا وطم دعوتنا في الملتقى الأفارقة لرجال الأعمال، وأنا كنت واحدة من ضمن المدعوين في هذه الملتقى بفضل الله وكرمه. فاللهم لك الحمد والمنة ولك الحمد والثناء الشكر الجزيل. تعال مع بعض نتفرج على اللوحات الفنية اللي أنا عرضتها. طبعا احنا رسمناها مع بعض قبل كده والحمد لله تم عرضها في هذا الملتقى. الحمد لله وشكر لله. طبعا احنا عرضناها قبل كده مع بعض ورسمناها مع بعض، وكلنا شفتوا اللوحة بتاعتي الجميلة مسجد الأقصى، ربنا سأل الله العظيم أن ينصرهم ويعزهم ويأزرهم. يا رب يوفقنا ويوفقهم لكل خير وينزل عليهم الأمن والأمان والفرحة والسلام. ده جانب من الملتقى، ان احنا بعض من اللوح الفنيين الفنانين اللي تم دعوتهم بردك للمعرض، والمعرض كبير جدا 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 ما شاء الله تبارك الله. تعالوا مع بعض نشوف بعض من اللوحات الفنية الجميلة للحبايب. هنا معنا أصدقائنا من السعودية، تم دعوتهم رسموا اللوحات. وهنا أختنا سلام، أستاذة سلام تم دعوتها من سوريا، ودي لوحة أخرى أستاذة سلام الفنانة الكبيرة، ودي طبعا غنية عن التعريف، دي لوحتي بفضل الله تعالى وكرمه، شاركت بلوحتين المسجد الأقصى، اللوحة دي واللوحة اللي هناك دي. طبعا هو الملتقى الأفريقي كبير جدا جدا، تعالوا نشوف كل جزء فيه ونشوفه مع بعض. كل بلد بتشارك بالأعمال الفنية بتاعتها، وكل واحد عنده منتجاته الفنية، المنتجات بتاعته اللي هو بيعملها بإيديه. هنا جزء من أحبابنا في فلسطين، تعمل القضية الفلسطينية، رسومات وميداليات وإكسسوارات وحاجات جميلة. هنا جانب من أخواتنا المغاربة ما شاء الله، شغل هاند ميد جميل جدا. كل واحد بيعرض منتجات البلد بتاعته من رجال الأعمال. وهنا الصابون المغربي، الصابون المغربي غني عن التعريف، والمنتجات المغربية ما شاء الله تبارك الله. منتجاتنا التركية، دي جانب من المنتجات التركية طبعا، أولي الدعوة ليهم. منظمة حقوق الإنسان لعرض المنتجات، كل واحد الخزف ما شاء الله، شغل رائع ما شاء الله ما شاء الله. اسمح لنا نصور، انت تبع بلد ايه؟ اصورك؟ انت تبع بلد ايه؟ بلد ايه تبع انت؟ من اي بلد انت؟ انا مصرية. انا تركيا. تركيا ما شاء الله، يعني حضرتك تركيا. ها ما شاء الله تبارك الله، شكرا لك ما شاء الله تبارك الله. وده تبع انه بلد، اي بلد؟ تركيا. تركيا ما شاء الله. وهنا جانب من الناس حبايبنا الحلوين السودانيين ما شاء الله، روائح الجميلة بتاعتهم رائعة رائعة ما شاء الله، كل واحد بيعرض المنتج بتاعه ما شاء الله، الدلكة والبقرة والبخور. أي ما شاء الله ما شاء الله، جميل جميل ما شاء الله. أنت تونسيين ليبيين، ليبيا تحت صح؟ أي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله،
شغلي ليبي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أنا برضك من إخواتنا السودانيين ما شاء الله، شغلهم رائع برضك، جميل ما شاء الله ما شاء الله تمزح. ده تمساح حقيقي ما شاء الله، ده جلد تمساح ما شاء الله تبارك الله. من عزيز سمحنا ما شاء الله. ده جاي من اخواتنا الحبايبنا اليمنيين، صلى الله العظيم أن يمن عليهم بالنصر والإيمان يا رب العالمين جميعا كل بلاد المسلمين. ما شاء الله شغل جميل، حياة المغاربة ما شاء الله، بتاع المبخرة جميلة ما شاء الله. السلام عليكم. الفني بتاعنا بيت الفن التركي العربي ده القسم بتاعنا. ودي لوحة الفنانة ميسون نحت على الخشب ما شاء الله، انصحكم بالاقتناء منها لوحتها تبارك الرحمن. بصوا اللهم بارك لآلئ بتقول لا طلعك في الشاشة طلعك. ايه رأيك يا ميسون في المعرض؟ الحقيقه فرصه سعيده كتير ان احنا اشتركنا في المعرض، وكانت فرصه سعيده. حتى بقى قولي لي حاجه من وقفتي؟ انت حاولت تشوف بيمدحوا بعض ومنو احنا التركي العربي اللي احنا اعضاء فيه للمشاركة في هذا المعرض وهذا الملتقى لرجال الأعمال الأخارقة، والحمد لله يعني كانت يعني رحلة موفقة في هذه الثلاث أربع أيام. التقينا بفنانين وناس كان نفسنا نشوفهم من زمان ونتعرف عليهم ونتعرف على مواهبهم. إن شاء الله بنلتقيكم في مرات ثانية إن شاء الله. إن شاء الله. بيت الفني التركي العربي الجمعية التركية، تعالوا نتمشى في المعرض ونشوف باقي اللوحات. لا ما فيش لوحات بقى، هي بقى كلها رجال أعمال. طبعا احنا في آخر ساعة، الكل بيلم كله ماشي، بس لسه في مازال ناس برضك في كل الدول حاطين لسه منتجاتهم وحاجاتهم. كل جناح للبلد بتاعته، ملابس، عطور، كمبيوترات، مكان كبير جدا جدا لرجال الأعمال إن شاء الله تبارك الله. يعني ملتقى أفريقي لكل الدول الأفريقية تبارك الرحمن، كبير جدا. أنا سعيدة جدا إن أنا أبث لكم هذا الفيديوهات الجميلة لكل الناس، شركات مية بقى تصنيع ملابس ورجال أعمال لكل منتجات الدنيا كلها، كل واحد تبع المنتج بتاعه والبلد بتاعه، حتى المخبوزات حتى المعجنات حتى الحلويات، أدوات الكهرباء كلها. العلاج الطبيعي
ملتقى رائع ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك، جميل جدا. هناك المؤتمرات رجال الأعمال كلهم، ودي آخر حاجة معانا في الملتقى الأفريقي لكل بلاد أفريقيا. 89 دولة كانت مدعوة تبع الملتقى الأفريقي، وإحنا الجانب المصري كان موجود فيها. كنتم معكم أختكم في الله هبة علام، شركة تصوير سماء، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكل عليه. السلام عليكم. دخلت ازاي؟